صباح كروس، خريج كلية الاقتصاد من سكان بارت الله، تخرج سنة 2018-19. قبل اشتغلت عدة شغلات، آخر شيء اشتغلت محاسب فندق تقريبا شيء سنة، هيجي أقل من سنة. طبعا الفكرة إنه من اشتغلت محاسب تغير فكرتي إنه يعني عن الحياة، فدا أقول ليش ما أشتغل في شيء خاص إلي، يعني يكون شغلة خاصة بي، يعني يكون حر بيها، أداوم كيفي، أشتغل كيفي، أبدع بكيفي يعني. فنفس الوقت فكرت في شيء مختلف بالبرطلة يعني، فما شفت يعني فشيء إنه غير عن التقليد يعني. فقلت ليش ما أسوي فشيء للعوائل، نفس الوقت العوائل ما عادت ما كانت تروح عليها، ونفس تكون فكرة يعني غريبة هواية تجذب الناس. فجت فكرة إنه الباص، ففكرنا هواية شلون نجيبه، فجبناه من الموصل، بدينا نشتغل بيه تقريبا أنا وأخويا وساعدوني الأصدقاء بيه. بدينا نشتغل يعني تقريبا شيء شهرين ونص، واجهتنا هواية صعوبات يعني أكيد يعني بالشغل، شلون الديكور والشغلات اللي يعني سويناها. الحمد لله حاليا يعني للعوائل الخاص هو تقريبا بالضبط جميع المكونات. اكيد احنا نرحب كل الناس يعني تجي، بس دائما هو يعني مستهدف العوائل فقط. طبعا اكيد كلنا من نتخرج نتفكر نتعين، فبالاكيد يعني كان عندي غير فكره انه غير التعيين غير الشيء التقليدي يكون، فقلنا ليش ما نسوي فكره انه نختلف عن العالم بها. يعني من تتخرج خاصه يعني مو شرط انك تتعين، فكر في شيء يكون شغل خاص او في شيء يذبك انت يكون شغفك تشتغل به، يعني مو شرط للتعيين. خلي نفتح شوية مجال أكثر، نوسع عقلنا.